اعتقد ان كل شيء في طريقه الى النهايه، وهنا حديث وين ينتهي؟ في يعني ما ادري ايش بلا، متعودوا على النطق. ضرب، ملاكمه، بوكس، كل شيء يصير، كل شيء يصير. اعتقد اول لاعب راح يطرد دييغو، اعتقد اول لاعب راح يطرد دييغو، وبعد ذلك ايضا لويس فابيانو، اكيد لا شك في ذلك، لا شك في ذلك. شوف انت اللاعبين الكبار، اللاعبين لاعب مباراه ممتاز جدا، هذا اللاعب دييغو، اللاعب الذي سجل الهدف الاول وصنع الهدف الثاني. شوف التصرف اللي نشوفه امامنا بهذا الشكل، كانت شوف البدايه بنطحه والنهايه ببوكس وتبادل اللكمات. نادر ما نشوف اللكمات تستمر، لكن استمرت ما بين البرازيلي والأوروغواني، ما بين البرازيلي وليس. شوف 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 نطحة، لاحظ نطحة، في حديث أكيد، في سالفة، في كلام الآن، في كلام وفي دفع البوكس، جل بوكس لويس فابيانو. لاحظ ردة الفعل، هو تعثر، اقلبوها ملاكمة، انقلبت ملاكمة ما بين البرازيلي لويس فابيانو. لاحظ، يا الله يا الله، شو المنظر البشع في كرة القدم، مش ممكن. اعتقد انها عقوبات قاسية، اعتقد انها عقوبات قاسية، الاسبان لا يرضون والكل لا يرضى بما يحدث الحقيقة من عمل، من تصرفات. لاحظ مرة أخرى، لاحظ البداية كانت بالنطح والبوكس أتى بعد ذلك، تعثر لويس فابيانو، وهذه اللقطة سوف تكون لقطة 2007، لقطة 2007. لاحظ مرة أخرى البوكس، عمل من الأوروغواني، ويا الله يا الله، يا هي لقطة يعني الشنيعة الحقيقة.